على أبنائهم خاصة في فترة الامتحانات، أي تأثيرات على نفسيتهم وكذلك على تحصيلهم العلمي؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع تحضر معي في الاستوديو حفصة حيدر، أخصائية في علم النفس التربوي. صباح الخير سيدتي. صباح، شكرا لقبولك. أهلا وسهلا بك. صباح الخير. في البداية نتحدث في فترة الامتحانات، هذه الفترة ربما الأولياء يمارسون بعض الضغط على أبنائهم، طبعا الهدف هو تحصيل نتائج إيجابية خلال الفصل الأول خاصة بالنسبة للطور الابتدائي، لكن في حقيقة الأمر هذا الضغط وهذا القلق وهذا الجو من ربما من الضغط على الأبناء يمكن أن يولد نتائج عكسية ونتائج سلبية. أكيد الآن تجدين البيوت في حالة استنفار، لكن السؤال يطرح، هناك مبالغة دائما في هذه الحالة، لماذا هذه المبالغة؟ أول نقطة نذهب إلى الأسرة، الأم هي مرحلة تعويض لفشلها في مادة من المواد الدراسية أو فشلها في الحياة الاجتماعية، تبحث للنجاح لأبنائها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي فكرة المقارنة، وليد خالتك وليد عمتك وليد جارتك، يعني هنا ولات فكرة أنه بدل ما نركز على الطاقة النفسية للطفل أصبح لدينا أهداف نحن كأمهات هي الذاتية. الآن أصبح الهدف الأساسي أنه ابني لازم يتحصل على أعلى علامة، لكن هنا هل هذا الطفل راعيتي الجانب النفسي تاعه، راعيتي الجانب التربوي على أي حساب هذا الضغط؟ يكون في كثير من الأحيان الأمهات يعني تلغي ذاتها، تلغي نفسيتها، تلغي حياتها الزوجية، أصبح هدفها هو دراسة الأبن. ومثل ما شفنا في الروبورتاج حافظ المنهاج وفهم المنهاج، يعني حافظ المنهاج في الاختبار راح تجاوب أكثر، لكن هنا هي المبالغة واتكالية الأم، لأنه في كثير من الأحيان الأطفال علاش ما يقدروش يدرسوا؟ أول نقطة هو ضغط الوالدين، ثاني نقطة هو الاتكال، لأنه الطفل أصبح لا يدرس بدون أم، لأنه عملت له رابط، لما تكون قاعدة قدامي أنا نقدر نقرأ ونقدر نفهم، ما تكونيش قدامي ما يقدرش نقرا، لانه هي عملت له حساته حتى نقطه اساسيه. الان تاعنا واش تطلب؟ تطلب اني نشعر الاشياء لذاتي، لكن الطفل الان اصبح يشعر ان الدراسه لمن؟ لوالديه. الان ربما ذلك بفرض اسلوب معين في المراجعه، وكذلك اختيار توقيت ايضا يناسب الام، وربما ما تشوفش ايضا الابن تاعها، وقدرات الأم في كثير من الأحيان، لأنه الطفل عنده قدرات خاصة يقدر يحفظ فيها، لكن هي تفرض عليه الأسلوب اللي هي تقدر تشوف أنه أنا نستوعب بهذا الأسلوب، أنه ابني يستوعب بهذا الأسلوب. مثلا عندنا طفل بصري وعندنا أم سمعية، هو يحب الحركة يحب النشاط، لكن هي لازم كي يقرأ يكون منضبط، يكون ما يتحركش، إذا تحرك معناتها مشاغب ماهوش راح يرفد. هنا نقطة ثانية، نقطة أنه الأهل ما عندهمش رضا على علامات الأولاد، لأنه في كثير من الأحيان تطلب بالعلامة الكاملة. تصوري أنا مؤخرا أم بنتها تقرأ سنة تانية جاب 9.5، بالنسبة لها هذيك النص شيء كبير، يعني ما عجبهاش الحال، يعني البحث هنا يطرح سؤال، لماذا البحث عن الكمال في العلامات؟ لأنه إحنا عندنا أطفال ثلاث أنواع، عندنا طفل متفوق، عندنا طفل متوسط، وعندنا طفل ضعيف. أنا لما يكون عندي صح ابني ضعيف، هنا نطرح سؤال ابن تاعي وليش ضعيف؟ نروح هل علاقتي أنا الأسرية مع الطفل، لأنه في كثير من الأحيان العلاقة الأسرية مع الطفل تولد له عقد نفسية، تولد له عدم ثقة بالنفس، تولد له مشاعر دونية، هل عندي طفل ثاني في البيت؟ يعني هنا لازم نشوف الجانب النفسي الأول للطفل، ثانيا نشوف قدراتنا نحن كيفاش أنا نتعامله مع الطفل. أول سؤال طرحه أنا علاش أني نضغط على ابني بهذه الطريقة؟ هل لأني أنا في يوم من الأيام لم أدرس؟ هل لأنه أنا عندي فشل؟ هل لأني أنا مثلا علاقتي الزوجية سيئة مع الزوج تاعي، نحاول كما احنا نقول بالعامية تاعنا غدوة من غدوة يكونوا في كتافي؟ أنا دائما نقول للأمهات من خلال البرنامج تاعي، تحبي تغمضي عينيك تحليهم تلقاي وليدك في الجامعة. هنا الأم مسؤولية تاعها شنو هي؟ المسؤولية تاعك أنك تربي، أساس حنا أنه احنا عندنا فرق بين التربية والرعاية، لكن الآن ركزوا فقط على المنهاج المدرسي، نسوا موضوع التربية، نلقاو الطفل أخلاقيا فكريا غير مهذب، كلماته غير مهذبة. لماذا؟ لأنه في كثير من الأحيان الأم لما تكون معصبة تعطي له كلمات سلبية، من بعد تجي تقول لك الابن تاعي علاش هو سلبي؟ لأنه الطفل عبارة عن ورقة بيضاء، واش كتبتي فيه يخرج لك. هنا أنت لازم تركزي الأساس، أنت الأساس، لأنه مؤخرا نعطيك مثال، عندي طفل أنا خدمت معه خلال البرنامج الفصل السنة الماضية جاب علامات جيدة، يعني كان ضعيف جاب علامات جيدة، هذه السنة
هزت له الامان. واش تقول له؟ تقول له اذا ما جبتش ملاح نحرمك من العطله، نحرمك من الهدايا، نولي ما نحبكش، طلعت لي لوطونسيو، مرضتني. هنا احساس الطفل بالذنب، وصل التهديد في حال فشل. لهنا احساس الطفل بالذنب، احساس بعدم الامان، واحساس بالحب المشروط. انا اذا ما قريتش يعني ما يحبونيش. كثير الامهات الان وليدها يقول لها ماما تحبيني، ماما بتحبينيش. كلمة ماما تحبيني بزاف معناتها أنني حاسس أني مخطئ في حقك ومانيش مستحق هذا الحب. يعني عنده تشكيك أنه ماما متحبنيش ولا متحبنيش علامات سيئة. ثقته بنفسه، ثقته أيضا بالأم. أكيد كذلك. أكيد لأنه ثقته بالأم، لأنه الطفل لما شخصيته تتكون من أين تتكون؟ تتكون من الوالدين، لأنه الوالدين يمثلون القدوسية. الأب إذا كان هذا الشيء يشوفه صحيح، الطفل بالنسبة له هذا صحيح. أما الوالد إذا كان هذا يشوف أنه هذا شيء سلبي، الطفل يشوفه سلبي، لأنه رؤية الآباء لشخصية الأبناء يشوفوها بهذا الشكل. طيب نتحدث عن المراجعة المكثفة كذلك بعض الأولياء خلال هذه الفترة، فترة الامتحانات التي لا تزال مستمرة بالنسبة للطور الابتدائي، يصرون على المراجعة المكثفة. فيه تأثيرات سلبية أكيد على هذه النقطة كذلك. ربما ما هي الطريقة المثلى للتحضير الأحسن للامتحانات بالنسبة للطور الابتدائي؟ يعني أطفال يعني في السن صغيرة، يعني كيف يقدروا يستوعبوا ربما كل المنهاج كل المواد دون الضغط عليهم؟ أنا نعطيك ما زاد الطينة بلا. تجيك الأم في فترة ابنها تحضيري أو سنة أولى ابتدائي، تجي تقول لك مثلا في التحضيري وليدي ماهوش يركز وماهوش يستوعب وماهوش يدرك. وسنة أولى هنا الطفل هو في مرحلة التعلم، لأنه أنا عندي الطفل مرحلة التحضيري ما تكلموش كامل عليها، لأنه مفروض مرحلة التحضيري هي التعلم باللعب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي مثلا سنة أولى سنة ثانية الطفل راه في مرحلة التعلم، لأنه لما نشوف أن الابن أخطأ ما يعني مش ابني فاشل، لكن ابني ممكن ما استوعبش بطريقه معينه. اما مرحله تحضير الاختبارات او الان في فتره الاختبارات ماذا يحدث؟ في كثير من الامهات تقول لك انه الابن تاعي حفظته فهمته، راح للقسم صار له ان بلوكاج ما قدرش يكتب. لماذا؟ لانه لما كنت تقري فيه وتحفظي فيه واش كنت تعملي؟ تعيطي، تهدي، تسبي، تعطيه صوره انه اذا ما جبتش ملاح راح يصالك كذا وكذا وكذا. الطفل لحظه الاختبار يصير له بلوكاج. واش يستحضر؟ يستحضر المشاعر السلبيه ويستحضر المخاوف. وحنا ككبار كي نكونوا نخاف وننساو كلش، لانه هنا جهازك العصبي الهرمونات تاعك يكون عندك اضطراب ما يقدرش يجاوب، يعطي صفحه بها ورقه بيضاء. هنا لازم انت يكون عندك الدعم الايجابي ونقطه الامل للطفل. نقطه ثانيه، لما الطفل تكون تحفظ معه مثلا تقول لك انا جبت تطلع جغني مع التاريخ ولا تطلع جغني مع التربيه الاسلاميه. هنا عندنا اسلوب، مثلا الطفل نعطيه 10 دقائق نقول له احفظ لي هذه الفقره، نعاود نولي نشدها له باسكو حنا كي نعطيه ساعه وقت ممدد. استنزاف لطاقتك واستنزاف لطاقته. هذه النقطه. النقطه الثانيه انه مثلا الطفل مثلا دوك انا في حاله استنفار ما عندوش فسحه يلعب، ما عندوش فترات يشوف تلفزيون، ما عندوش كذا. هذا الضغط الزائد لانه الجهاز العصبي والعقل لا يستوعب بالقوه، يستوعب بالراحه، لانه لما تضغطيه ما راحش يستوعب اي شيء. النقطه الاهم، نحن في كثير من الاحيان فتره الدراسه كامل يكونوا في حاله استرخاء. الدقيقه الاخرى وليدي لازم يحفظ. الجهاز الذاكره البعيده المدى وقريبه المدى كيفاش تعمل؟ انا الدقيقه الاخرى انا كي وليدي اليوم يحفظ غدوه عنده تاريخ، حطي في بالك ما راح يحفظ والو، لانه الذاكره قريبه المدى تشد المده تاعها ثلاث ساعات. ثلاث ساعات حفظ في الليل، نط صباح نسى كلش. لكن انا لما نتعلم وليدي كل يوم نتراجع انا وياه بطريقه اللعب بمفهوم الثقافه مش بمفهوم الضغط. لانه الطفل وش ولا عنده؟ ولا عنده الدراسه هي عباره عن عقاب. حنا الطفل يكون قاعد مشي تقرا، او يلعب مشي تقرا، قال كلمه ما عجبتناش امشي تقرا. هنا بالنسبه لي هذه قرايه انا راني نتعاقب عليها. النفس البشريه ما تحبش الحاجه اللي تعاقبها، تحب الحاجه اللي تريحها. هنا الامهات لازم يكون يقولوا عندنا موازنه الحياه، تعطي حق الحياه الزوجيه، لانه مثلا حتى الاستقرار الاسري اصبح في كثير من الشجارات من اجل الاطفال، من اجل دراسه الاطفال. تاتي المراه تقول لك انه الزوج تاعي خانني. لماذا خانك الزوج تاعك؟ لانه انت اصبحتي ام اكثر من اصبحتي زوجه. تاتيها تلقاها بصحه، انا لا داغني افوجي الام يقول تقول لي وليدي والله ما تعشيت، والله ما كان بهذه الدرجه اصبحت ضغط الامتحانات وطلع لي لوطونسيو.
علاش؟ باسكو جاب علامه ماشي مليح. يعني لما نتحطوا الان ربما تاثير فتره الامتحانات ليس فقط على الطفل او التلميذ ولكن على كل الاسره. على كل اسره. هنا الرضاء مثلا نعطيك مثال، كان ام انا خد وليدها السنه الماضيه قعد السنه كان اعلى علامه يجيبها هي 5/20 4/20، هاد السنه خدم في ثلاث مواد في الفروض جاب 17/20 جاب 15/20 جاب 14/20 وفي التربيه المدنيه جاب 9/20. هي هذوك كامل ما شافتهمش، شافت برك 9/20 هذيك اللي مش مليحه. هنا الطفل انا لما ما نقدرش الجهود تاعو واش نعطيه احساس انه انت فاشل، وانا لما نشوف نفسي فاشل يولي يقول لك انا ما نعرفش، يعني انا ما نعرفش ما نبذلش كامل المجهود باش نتعب. انا اول نقطه اساسيه تربطيها علاقتك مع الطفل هي الحب، هي التقدير، هي العطاء. الان نسالوا الامهات علاقتك العاطفيه مع الطفل تاعك كيف هي؟ علاقة الأمان بينك وبين الطفل تاعك كيف هي؟ احنا علاقتنا يعني للأسف الجيل الحالي، ما نقولش احنا أمهاتنا لأن أمهاتنا احنا من الجيل الماضي، أصبحت كلها تهديد، كلها ضرب، كلها خوف. أصبح الطفل ما عندوش مساحة. مثلا الطفل يجي من المدرسة ما تقولوش واش راك وليدي كيفاش كانت لا جورني واش قريتو؟ يعني هذا أول سؤال والطفل ما يجاوبش. لماذا؟ لأنه ما يجاوبش تحت الضغط. أول سؤال تحبي مثلا وليدك يجاوب عليك أو يلعب سقسيه، حطي عبارة عن حوار وليس استجواب، لأنه الطفل لما يحس نفسه في استجواب يحس نفسه تحت الضغط وأنا ممكن نغلط وممكن نتعاقب. لكن لما يكون في حالة حوار، أول حاجة فتحتي بينك وبين الطفل تاعك تواصل، خليتي بينك مساحة بينك وبين الابن تاعك في أي لحظة يجي يعبرنك على أي أشياء. لكن في كثير من الأحيان مثلا الأطفال يتعرضوا للتحرشات الجنسية، يتعرضوا للمضايقات، يتعرضوا، أصبح الخوف من الأهل ما يعبرش. ربما نتكلم هنا عن أهمية الحوار بين أكيد. بين الأم والطفل والحوار في الأسرة الجزائرية بصفة عامة كذلك. للاسف يعني احنا موضوع الحوار نحن عندنا امر ومامور. لازم الطفل نقول له تعمل هذيك الحاجه ما فيش نقاش. هنا لما نعلموا الطفل ما فيش نقاش غدوه من غدوه هذا الطفل لما يكبر يصبح ما يعرفش ياخذ قرارات في حياته، يا اما يروح للاخرين يقروا بداله يا اما يعمل قرارات كارثيه، لانه ما تعلمش وما تمرنش من طفولته انا عندي حوار مع الاهل تاعي، انا عندي فرصه نعمل واش راني حاب، انا عندي اشياء اني نعملها. نقطه اساسيه كذلك انه في كثير من الاحيان الاهل مثلا تبرمج ابنها على الهاتف، وليدها ما يخرج برا يلعب، تلقاه مثلا في الدار يدير شويه طوايش، يصوتي منا يدير كذا، تقول لك ابني كثير الحركه. ابنك ماشي كثير الحركه، ابنك عنده طاقه ربانيه لازم تستفرغ. حنا مثلا دوك انا نجيب لك طفل في عمره عامين ثلاث سنين، تلعبي معه شويه ربع ساعات عياي، لكن هو ما يعياش. لماذا؟ لانه احنا كبار استنزفنا طاقة تاعنا، لكن هو مازال صغير، مازال عنده طاقه. يعني انا نخلق الطفل توازن في نفسيته، توازن في شخصيته. نقول لك النقطة الأساسية، الحياة ماشي هي قراية برك. مثلا أنا وياك دوك نروحوا العرس، أوكي نروحوا العرس، في العرس نلقاو اللي قرات وركزت على قرايتها وعلى دماغها وعلى تطوير مهاراتها العقلية فقط، والجانب النفسي والجانب الاجتماعي حطاته بجهة. تلقاها في العرس قاعدة هكايا والاخرين يشطحوا ويرقصوا حالتهم حاديه. لماذا؟ لانه هي ما طورتش مهاراتها الاجتماعيه، ما طورتش مهاراتها النفسيه. احنا في الحياه عندك عقل، عندك روح، عندك نفس، عندك جانب اجتماعي. انا لما نعمل مع الطفل نعمل معاه على هذه الجوانب، ما نركزش على الذكاء المدرسي، لانه الان ما اصبحش فقط عندنا ذكاء مدرسي، ذكاء رياضي، ذكاء مهني، ذكاء كذا. نعم اكيد. طيب كيف يمكن تطوير هذا الجانب من مرحله الطفوله؟ أول نقطة لازم الطفل يمارس كامل الهوايات تاعه. الآن سألي الأمهات ما هي هوايتك؟ أكيد. ما هي هوايته؟ في الماضي كنا نمارس الرسم، نمارس أشغال يدوية. الطفل عنده مساحة في البيت أنه يلعب، أنه كذا، لأنه حتى في اللعب. الآن نعطيك مثال، كل الأمهات ويشتكوا أنه الإبن تاعي خطه سيء، الإبن تاعي مش يكتب. لماذا؟ لأنه حتى اللعب العضلات تتمرن، لكن الطفل الآن من يكون عام عامين هو حاكم التليفون. التليفون هنا ماذا يتحركه؟ غير الأصابع فقط. عضلات اليد هي في حالة خمول بطبيعة الحال، لما يجي يكتب ما يقدرش يكتب، ويكتب شوية يعيا، لأنه كاين بعض الألعاب هي تنشط. لأنه احنا اللعب عند الطفل هو تنمية لمهاراته الشخصية والنفسية، لكن احنا الأهل هذه النقطة نساوها. بالنسبة ليه 4 سنين يدخل يقرأ، 5 سنين يقرأ، سنة أولى يقرأ، يعني كأنه الحياة بالنسبة للطفل هي مدرسة فقط.
طبعا ولوا لنقطة المراجعة بطريقة ربما التي تضمن النتائج الإيجابية كذلك، وكذلك تضمن ربما الراحة، راحة الطفل أيضا التي هي مهمة أيضا في هذه الفترة. هناك حالات بشهادة بعض الأساتذة تتمثل في حالات من الهستيريا وحالات من إغماء يوصل لها الطفل في قاعات الامتحان، وهذه في مرحلة الابتدائي، ما نقولوش البكالوريا. يعني نعم، يعني هذا هو المشكل، انه مرحلة الابتدائي فقط والطفل وصل لهذه الدرجة من الضغط، يعني نتيجة المراجعة، نتيجة كذلك تهديدات الأولياء في حال فشلت او يعني تحصلت على نتائج سلبية راح نحيل كذا وراح ندير كذا. ربما كيف يمكن التعامل مع التلاميذ خاصة اللي يشهدوا هذه الحالات؟ لأن الطفل هنا ماذا يحدث؟ خوف من التهديدات، خوف من العقاب، خوف من خذلان الوالدين. أنا مؤخرا عندي طفلة نفس الشيء، برنامج حل صعوبة التعلم، الأم تاعها تقول لي، عيطت لي قبل يومين في فترة الاختبارات، وصلت للقسم بدأت تبكي مع أنه الطفلة حافظة وكل شيء، لكن لماذا تبكي؟ لأنه خوف ما نجيبش ملاح. علاش خايفة ما تجيبيش مليح؟ لأنه نخاف نخذل الأم تاعي. هنا لازم أول نقطة، لما أنا نمسك الطفل وأنا نحفظ فيه يكون عندي المدح الإيجابي، يكون عندي التشجيع، لأنه أنا لما نشجع الطفل نبنيه ثقته بنفسه، لكن لما نخوفه أحنا عمله أنه أنت فاشل. لأنه لما أقول لك لو كان ما تجيبيش مليح، هذيك لو كان طفل ينساها يتفكر غير ما تجيبيش مليح. هنا لازم انا قلت تقدر وعندك امكانيات، وليدي شاطر، وليدي كذا. التحفيز والبناء النفسي للطفل يشجعه، يعطيه حماس اكثر، لكن التخويف يخليه يحس بالفشل. لانه حنا الطفل ثقته بنفسه من وين تجي؟ ثقته باهله. انه لما الام تكون عندها ثقه في الطفل تاعها، الطفل تاعها يكتسب ثقه في نفسه. اوكي انا معك انه الطفل لازم تقريه ولازم يحضر الدروس تاعه، لكن اعطي له ساندويتش المحبه، حطي له انه مراجعه الدروس، وفي نفس الوقت كاين الحب تاعك، كاين الامان، كاين الغمره. انا بدل ما نشد البليغه ولا نشد السبته ولا نشد التيو، خليني نحضنوا ليا، لانه وصل العقاب بالبليغه وبالتيو وحتى يكون بالنار. يعني تصوري لما الطفل تكوي الام تاعه فرشيطه في النار، هذا حالات خطيرة. يعني حتى طفل حطت له يده على الطابونة، كسرت له صباعه بالقلم، هذا كان من أجل الدراسة. تصوري الطفل هذا كيفاش حيقرأ؟ من أجل الدراسة، ربما من أجل البحث عن الكمال والنقاط الكاملة. يعني النقاط الكاملة، يعني هنا هذه النقطة أساسية. هنا ما أصبحش ترغيب، أصبح ترهيب. أنت كصحفية الآن نحطك تدرسي، ونحطك أنه نعاقبك، ونحط لك يدك في النار، ونكويك بالفرشيطة، ونهددك. كل المعلومات حتروح حتى لو كنت من النجباء. أكيد، لانه هنا انه الخذلان حتى نقطه اساسيه، انه في كثير من الاحيان انه الطفل كي يكون عنده سب، يكون عنده شتم، يكون كذا، يحس بالدونيه ويحس بالفشل، بطبيعه الحال مش حيخدم. الان النقطه الاساسيه اعطيه الدعم العاطفي، اعطيه المدح الايجابي، اعطيه ثقتك به، لانه لما تثقي انت فيه هو راح يوثق في نفسه. طبعا كل هذه النقاط هي مفتاح النجاح ومفتاح التحصل على نتائج ايجابيه. سيده حفصه.